نجمنا النهاردة من مواليد 9 أكتوبر 1978 حصل على 14 بطولة متنوعة مع نادي الزمالك، كمان حصل على كأس الأمم الإفريقية مرتين مع منتخب مصر الوطني. نجمنا هو الكابتن طارق السيد. يا أهلا بيك يا أبو الكباتن، ويلا بينا على حوارنا الرمضاني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية كابتن مدحت برحب بحضرتك، وسعيد جدا أنا معاك النهاردة، وكل سنة وحضرتك طيب، ويا رب يعيد عليك الأيام بخير إن شاء الله بإذن الله. طيب احكي لنا بقى عن ذكريات الطفولة مع شهر رمضان. والله كابتن بتفكرنا بالأيام الجميلة والأيام الحلوة اللي الواحد عاشها وهو صغير. أنا يمكن رمضان بالنسبة لي تبقى وأنا صغير، يعني كانت مرت عليا حاجات كتير حلوة وحاجات كتير غريبة شوية. في البداية طبعا كانت الصوم بالنسبة لي وأنا صغير كان بيبقى أمور جديدة وأمور صعبة جدا كطفل، يعني لأن الحمد لله متعود على الصوم من وأنا عندي 7 سنين مثلا. فأنا صغير احنا بيت محافظ شوية فمتعودين على الصيام من وإحنا صغيرين، فكان كنت باجي كده في نص النهار لقى نفسي عطشت جوعت ولا حاجة، هتحايل بقى على أبويا وأمي إن أنا ممكن أفطر ولا حاجة، ما يردوش وما يوافقوش ويحاولوا ان هم يخلونا استحمل. فاكر انا موقف جميل جدا وانا صغير، بس طبعا كنت طفل ساعتها يعني ما تحاسبش عليها. فموقف من المواقف الجميله اللي خلى الواحد يضحك، يعني في يوم دي مره واحده حصلت معايا، يعني في يوم حسيت ان انا عطشان جدا جدا، فدخلت مضمض بقي وعملت بلغة الدلع كده عبيط وقمت شارب شوية مية عشان فطبعا يعني دي من المواقف اللي الواحد عمره ما ينساها. انها طبعا بعد كده الواحد اتعود طبعا على عن الواحد يبقى عنده جلد وعنده صبر في الصيام، وبالممارسة وبالوقت بدأ الواحد يتعود يعني عليه. طيب خلينا نتكلم على الأكل بقى. ايه الاكلات المفضلة اللي انت بتحبها خلال شهر رمضان؟ بص انا من نوعية الناس اللي بتاكل كل حاجة واي حاجة، مش اكلة معينة يعني، انما الحاجة الحلوة في الاكل بالنسبة لي اللي هو اي حاجة حلوة بعد الفطار بتبقى اساسية عندي، يعني ده الاساس عندي في رمضان. الكنافة مثلا، البلد اللي بتتعمل، القطايف، الحاجات اللي هي ايه اللي بتدي سكريات كتير، لان في رمضان انت عارف من غير مية ومن غير اكل طول النهار فبتبقى محتاج سكريات كتير، فدي الحاجة المهمة اللي الواحد بيحاول ان هو يحافظ عليها طول الوقت. مفيش كلام ان الاكل بيبقى حلو قوي في رمضان، كيف توازن بقى بين الاطعمة الرمضانية والحفاظ على لياقتك البدنية؟ ما هو انا يمكن غير الناس شوية، يمكن انا اللعيب الوحيد اللي بطل كورة وما تخنش، اللعيب الوحيد اللي اكله مش شره في الاكل قوي، مش اكيل قوي، فبيبانش عليا تخن، ممكن اخس بس في رمضان، انما ما تخن لا، تخن مع عمري ما، انا حتى الناس دلوقتي بتشوفني بعد ما بطلت بيقولوا لي انت ليه بطلت كوره، انت ممكن تلعب لحد دلوقتي، وانا طبعا في بلعب ما برضو ما كنتش بتخن عادي زي ما انا دلوقتي، ما تخنتش بعد التبطيل، فهتخن وانا بلعب لا طبعا، كنما كان بتبقى الامور صعبه قوي علينا في رمضان، خاصه في اوقات كنا بنتمرن قبل الفطار، ودي كانت اصعب حاجه علينا، لان المياه بالنسبه لنا في الصيام بتبقى حاجه اساسيه، ودي اللي كانت بتخلينا ما نعرفش ناكل بعد ما الاذان يدن، كنا بنشرب مياه كتير ونقعد بقى ممكن تاكل على الساعه 10 11 اللي هي بعد الفطار بثلاث اربع ساعات، لانك بتملى بطنك مياه كتير قوي، المجهود اللي بتعمله والشغل اللي بتعمل خليك تفقد سوائل كتير، وانت اوريدي ما عندكش صايم طول النهار، ما فيش ميه ما فيش اي حاجه، فدي اللي كانت بتاثر علينا بس في واحنا بنلعب. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الكابتن طارق السيد. انت طبعا مش من زمان قوي، لكن هل اختلف رمضان زمان عن رمضان بتاع اليومين دول؟ لا كبير قوي بصراحه، يعني 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 الاول كانت الامور فيها خير اكتر، بركه اكتر، كانت التجمعات اكتر، واحنا صغيرين كنا نحس باجواء رمضان اكتر. ايام زمان كانت
الزينه اللي بتتعلق في الشوارع، الحاجات اللي احنا بنعملها بينا مننا لنفسينا، دي كانت بتفرق معانا بشكل كبير جدا. الفتره اللي قبل الفطار دي كنت بتنزل مثلا تقعد مع اصحابك وتستنى الفطار وتستنى الاذان والامور اللي هي الرمضانيه، اللي هي الدورات الرمضانيه اللي كانت بتتلعب كنت بلعبها ومواظب عليها بشكل كبير جدا. لا كان في خير، كان الوقت ما بيجريش بسرعه زي دلوقتي. الوقت دلوقتي بيجري بسرعه جدا، وتحس ان رمضان بيخلص بسرعه جدا. لا كان الايام فيها بركه. بالنسبه للدورات الرمضانيه، هل كنت بتشارك فيها خلال شهر رمضان؟ وانا صغير. دلوقتي لا، يعني وانا صغير كنت ما فيش دوره رمضانيه ما بلعبش فيها، كنت بلعب في دورات رمضانيه كتير جدا والحمد لله كنت باخدها كلها. ايه اغرب المواقف اللي ما تقدرش تنساها خلال مسيرتك الكرويه في شهر رمضان؟ كنا في منتخب اولمبي ومسافرين دوره لاستراليا، وكان مسافرين اخر يوم في رمضان اللي هو قبل ليله العيد، فاحنا المفروض مسافرين على الامارات ومستنين الرؤيه هل بكره العيد ولا لا. ف اتضح ان بكره مش العيد، بكره صيام تاني. فقعدنا فطرنا في دبي وقعدنا ركبنا الطياره بعد 5 ساعات اللي هو وقت ميعاد السحور. فاتسحرنا وركبنا الطياره اتحركنا على استراليا. واحنا طايرين في فرق توقيت كبير جدا بين مصر واستراليا، فاحنا المفروض اليوم ده صيام، واحنا راكبين الطياره عدى علينا نهار وليل. مش عارفين احنا صايمين فين وازاي وليه. عايزين نكمل اليوم اللي هو اخر يوم بتاعنا. وبجد ما عرفناش يعني انت ايه، انت وانت طاير. احنا خدنا من دبي لبلد اللي هو الترانزيت يعني الاولاني 9 ساعات من دبي لسنغافوره، ونزلنا ساعه وبعد كده ركبنا الطياره تاني 8 ساعات. فعدى عليك نهار وليل، فانت مش عارف انت صايم ولا فاطر ولا التوقيتات ايه ولا اي حاجه. ده كان من اغرب المواقف، والله مش عارف احنا صمنا اتقبل اليوم ده ولا لا، لان احنا مش عارفين احنا كلنا امتى وازاي، بس احنا حسبناها عدد ساعات. شكرا جزيلا للكابتن الكبير طارق السيد على هذا الحوار الشيق.